السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين اتصال الدالة العددية. التمرين يقول نعتبر الدالة F المعرفة على R بما يلي: F لـ X تساوي الجذر المربع ديال X مربع زائد 3 ناقص 2 على X ناقص 1 عندما X تخالف 1. الصورة ديال 1 F دو 1 تساوي 1 على 2 هنا بطبيعة الحال عندما X تساوي 1. السؤال يقول أدرس اتصال F في 1. إذا لدراسة اتصال F في 1 خصني نحسب الصورة دو 1 اللي هي كاينة F دو 1 كتساوي 1 على 2 ونقارنها مع النهاية ديال F في 1. إذا نحسبوا النهاية ديال F في 1، نديروا التعويض المباشر. إذا كنعوضوا X ب 1 غادي يجينا جذر 1 مربع اللي هي 1 زائد 3 ناقص 2 على 1 ناقص 1. إذا غتجينا هنايا جذر 4، جذر 4 هي 2 ناقص 2 أي 0 على 0، يعني شكل غير محدد. إذا هنا غنستعملوا المرافق، غادي نضربوا في المرافق ديال البسط باش نحيدوا الشكل غير المحدد. إذا ليميت إكس كتكون 1، المرافق بشكل عام ديال جذر أ ناقص ب هو جذر أ زائد ب. إذا كنضربو عندنا إكس مربع زائد 3 ناقص 2، غادي نضربو في المرافق اللي هو جذر إكس مربع زائد 3 زائد 2 على إكس ناقص 1 مضروبة. إذا كنضرب البسط والمقام في جذر إكس مربع زائد 3 زائد 2. إذا ليميت إكس يؤول إلى 1. إذا في البسط عندنا متطابقة هامة على شكل أ زائد أ ناقص ب مضروبة في أ زائد ب. إذا كتعطينا هي جذر إكس مربع زائد 3 الكل أس 2 ناقص 2 أس 2 على x ناقص 1 عامل جذر x مربع زائد 3 زائد 2. إذن ليميت، إذا الأس كتمشي مع الجذر كيبقى لنا x مربع زائد 3، 2 أس 2 هي 4 إذا ناقص 4، إذا 3 ناقص 4 هي ناقص 1، إذا ناقص 1 على x ناقص 1 عامل جذر x مربع زائد 3 زائد 2. إذا x مربع ناقص 1 كذلك متطابقة هامة، كنكتبوها على شكل إذا x مربع ناقص 1 هي x ناقص 1 عامل x زائد 1. إذا هنا يمكن لي x ناقص 1 عامل x زائد 1. إذا عندنا الإمكانية الاختزال x ناقص 1 في البسط وفي المقام. إذا كيبقى لنا ليميت في البسط تبقى x زائد 1 وفي المقام تبقى الجذر ديال x أس 3 زائد أو x مربع زائد 3 زائد 2 دائما في الواحد. دابا غادي نديرو التعويض المباشر. إذا كنعوضو x بواحد إذا عندنا 1 زائد 1 اللي هي 2 على الجذر مربع ديال 1 زائد 3 زائد 2. إذا 2 الجذر ديال 4 هي 2، 2 زائد 2 هي 4 إذا تساوي 1 على 2. إذا حسبنا النهاية ديال الدالة F في 1 ولقيناها كتساوي لنا 1 على 2 كتساوي كذلك F ديال 1، وبالتالي F متصلة في العدد 1.